السلام عليكم. حسبنا نحكي عن موضوع مهم كثير كثير كثير، وهو كيف أحسب المومنت ديجرام لمثلث زي هيك. تمام، خلينا نفتح القلم شوي ونيجي نشرح شوية طبخة بشكل دقيق. طبعا أنت تعرف، أنت كطالب استركتر، خلي القلم هذا شوي هون. أنت كطالب استركتر بتعرف أنه عندي شكلين، أو عندي المستطيل كالتالي. المستطيل كالتالي، هذا المستطيل لو عملت له تقسيم زي هيك من هون لهون بشكل كيرف، هتلاقي إنه عندي شكلين. شكل بينقسم زي هيك في حالة البارابوليك، يعني في حالة السكند ديجري، اقتران سكند ديجري. في عندي اقتران ثاني طلع عندي زي هيك مقعر لأعلى. تمام، هذا الشكل وهذا الشكل هم الشكلين اللي فوق، أنا عاكسهم. هذا الشكل ارتفاعه بي، ارتفاعه اتش قصدي، اللي هو نفسه قيمة اللود بيكون، وعرضه بي هون نفس الاشي بي واتش. تمام. هسا هذا طبخ الثلثين، 2/3 بي اتش، وهذا طبخ الثلث بي هاي أول شغلة. الشغلة التركيز هذا، يعني كان بده تركيزه جاني لود، هذا بيكون تركيزه 3/4، لا بيكون 3/4 بي، هاي المسافة. وهذا بيكون هاي المسافة هون، هاي بتكون 5/8 بي، 5/8 بي. تمام. يعني من الرأس هذا 5/8 بي. هيك بشوف أنا تركيزه، ولو بدي أحسب مومنت بأخذ القوة في المسافة. تمام، نيجي للمثلث. هذا المثلث أرسم له مومنت ديجرام. عندي أول شيء الشير 30 بطلع، بعدين عندي كيرف 30 كذا. لما أجي أحسب مومنت ديجرام، مساحة الشكل هذا لحاله هذا شكل مقعر لأسفل، صح؟ يعني 2/3 2/3 في 5.2 في 30 معي قيمتها 104. تمام، تحكي لي 100%. هسه المشكلة مش هون، هسه هذا مقعر لأعلى، صح؟ إنه هيك المفروض تحكي لي إنه هذا مساحته ثلث بي في اتش، راح تحكي لي اه. طيب هسا احنا نعرف انه المومنت ديجرام عبارة عن مساحات تراكمية، يعني هون في مومنت عندي، لا اذا زيرو. عندي هون المساحة هون كم، القيمة اللي هون كم على هذا الخط، تكون مساحة الشكل هذا هي 2/3 بي اتش، بعدين مساحة الشكل هذا سالب ثلث بي اتش. طب لازم لما احكي سالب ثلث بي اتش، هذا مومنت هون، صح؟ المومنت هون كم بده يكون زيرو. طب لما تحسب سالب ثلث بي اتش ما بيطلع معي زيرو. طب راح تحكي ايش الحل غلط، او انت كاتب قانون غلط. بحكي لك لا، وبرضه يعني هاي المسافة مش نفس هاي، يعني بتيجي تحكي ثلثين. طيب راح تحكي لي شو الحل العاد، يعني ليش هيك؟ بقول لك هاي المساحة اصلا بهاي الحالة فقط هي مش ثلث بي اتش، ومش نفس الشكل اللي انت تعودت عليه. طيب كيف بدي احسبها هاي لو انا عندي شكل فيه تكملة؟ طبعا كيف بدي احسب الشير والمومنت؟ تحسب الشير والمومنت في اطرح احسب هاي. شو بدنا نعمل؟ نروح على جنب. شو يعني كنا نروح على جنب؟ ناخذ الرسم زي ما هي. حكي انه في عندي هون قيمة الشير كانت 30، بعدين عندي الكيرف زي هيك، زي هيك هاي 30. تمام. هاي المسافة طلعتها من الاقترانات انها 5.2، انا كامل طوله 9، فهي بدها تكون، خلينا نجيب لي حاسب، تحكي لي هاي 3.8. بحكي لك عشان تحسب مساحة الجزء هذا، هذا مش 2/3 بي اتش ولا 3 بي اتش، هذا تقدرش تحسب مساحته اذا تطبق المبدأ الاساسي. شو المبدأ الاساسي؟ اول شيء تحكي لي انه في عندي مستطيل هون، اول شغله
وإذا بدك شيء خلينا نيجي الشكل مثلا يرجع ياخذ الشكل هذا هيك بس نرجع زي ما حكينا أول زي هيك تجي راح تحكي لك إنه تحت الشكل هذا تحت الشكل هذا عبارة عن شو؟ عبارة عن البوبليكات هذا وهذا تمام المستطيل الكبير مع المساحة تمام مساحة المستطيل الكبير لكن المستطيل الكبير ناقص الثلاث مساحات ناقص الثلاث مساحات هذول شو بيعطيني؟ بيعطيني مساحة الجزء الأول يلا هسه نتعلم حساب وتفصيل نتعلم حساب وتفصيل هاي الرسمة يحسب المساحات اللي أنا حكيتها يحسب المساحات اللي أنا حكيتها خليني أرجع أرسم الرسمة مرة ثانية عندي رسمة المومنت ديجرام دي دي هيك تمام عندي خط هذا البداية الرسم هيك عندي هالك 60 وعندي هالك 30 تمام هاي 5×2 حكينا شو بدنا نعمل شو حكيت حكيت انا بدي اوجد المساحة هاي المساحة اللي بدي احطها بالازرق هاي هيك تمام اوجدها بس هاي ما بقدر اوجدها طبيعي أقدر أوجدها طبيعي كيف أوجدها؟ أول إشي المستطيل كامل زي هيك أول شغلة وبحكي بحسب مساحة مساحة كاملة مساحة المستطيل هي عبارة عن كم؟ هذا الارتفاع كم؟ زائد 30 صح؟ 90 يعني مساحة الارتفاع هذا هذا الارتفاع هذا وقديش قاعد؟ لو نفسه طول البيم 9 فمساحته كامل عبارة عن 90 9 هلا شو بدي أطرح منه؟ أطرح منه شكل هذا الباربورا هذا الباربورا هذا اللي بدي أهشره بالأخضر كامل قديش هذا قيمته؟ 2 على 3 بي 2 على 3 بي هي 9 اتش اللي هو الارتفاع كامل 90 هيك انا شو طلعت؟ طلعت المساحه هاي المساحه الكبيره ضل علي اطلع المساحه المساحه هاي هاي المساحه طلعت هاي المساحه طلع علي مساحه صغيره بس مساحه صغيره اللي بدي اياها شوف هاي المساحه هاي المساحه بكل بساطه هي عباره عن مستطيل حدوده عباره عن مستطيل هذا الكير فيو المساحة اللي أنا بحسبها لو حسبت هاي تمام حسبت المساحة هاي طلعت منها المستطيل اللي فوق طلعت المستطيل اللي فوق ومش المستطيل اللي فوق اللي هي المساحة هاي طلع هذول قديش مساحة المستطيل؟ قديش مساحة المستطيل؟ 490 اللي هي هاي المسافة 30 في 9 30 في 9 ما بدي اطرح منها بدي اطرح منها بدي اطرح منها هذا 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 2 على 3 اللي هي 30 والاتش اللي هي هاي 5.5 عملت هيك انا طلعت المساحه هاي الصغيره المساحه هاي صغيره وبعدين راح اللي هي القيمه اللي طلعت معي طلع معي مساحة الجزء الصغير يلا خلينا هاي 30 في 9 ناقص 3 30 في 5.2 هاي 160 في ناقص 160 صوت شو يطلع معي 104 90 في 9 ناقص 3 9 في 90 ناقص 160 طلعت معي 104 هاي المساحة الصغيرة
هي عبارة عن 104. لما نرجع للمومنت بجرام، 104 ناقص 104 طلع معي 0. طيب للي ما فهمها برجع بعيدها مرة أخيرة. عندي أنا شكل هيك، عندي مستطيل. المستطيل لو قسمته من هون خط الصفر للمومنت جرام، مومنت جرام عندي 30، بعدين نزل عندي زي هيك 30 وهاي 60، هيك رسمة مومنت جرام. حسبت المساحة هاي معي من الأول، بديش إياها مش مهمة هسه. لما حسبت طلعت قيمة الماكسيموم مومنت، المساحة الصغيرة، هاي شو بتساوي؟ بتساوي المستطيل كامل ناقص البربوليك هاف ناقص البربوليك هاف، بتضل هاي صح؟ المستطيل كامل شو مساحته؟ بترجع عيد على السريع، 90 في 9 روح منها المساحة هاي، هي المساحة هاي 2 على 3 9 90. بعدين شو بدي اعمل؟ اطرح منها المساحة هاي، المساحة اذا بتلاحظ انها عبارة عن مستطيل ناقص الاشي هذا، ناقص الاشي هذا. ليش طلعت مساحته من قبل؟ مساحته 2 على 3 30 5.2، هي هاي 5.2. تطرح منها تزيد عليها انه هي ناقص هذيك مساحة المستطيل كامل اللي هي 9 في 30. هاي القيمة لازم تساوي 104، 104 اللي هي تساوي المساحة هاي، لازم تساوي هاي المساحة، لازم المساحة هاي تساوي هاي. طب انا كيف حسبت؟ طيب ليش انا هي دائما لازم هاي تساوي هاي؟ بقول لك لا، الفكرة انه كالتالي، انه انا برسم مومنت ديجرام، انه لما اوصل لهون لازم تكون صفر، المساحة هاي تساوي هاي باي الحالة، ما غير هيك لو كان في تكملة عندي اكمل. فأتمنى انها تكون وصلت فكرة انه اخذ مساحات، ارجع بكرر، انا حطيت هون زائد مش هي بالاصل هي هيك، وطلع انه هاي ناقص هاي، بس هي هاي الفكرة. يلا يعطيكم العافية.